أبي وأور فادين ما هو أنا وأذكر فادو يا إنك وأور فادين قد كوا أذكر فادين برنامج كم حيسين ولا فهمتين كوا مسكت الفادين هنا على صويا يا لقى عجسين يا لقى عجسين أصحابتي عجس مدكوري وحقوها هنا تين أصحابتي عن وقير قتال وناق محفي عن مركي على مقنان وإن أكوّل قيب قاعدنا برنامج كعوضة فهمتين على سويا على سويا زكي ها ما إمقشان هردو هذا ما سوى نقطتي أي كرسي ها وان سوى نقطتي صحيح بي سوى مزكي هي كلايا عبد الشيد ورا المحاقتي يا مازي أصيغا من الله قد انا اسكت داير الى امو حين اقول انا اسكت القابلنا مفهمتين انا ما عندك قابلنا زكي ورا القد كاكا حنون سوق التين هلا ساقوها ساقو قابلنا وادالي قرؤوا هذا لا تاقدين بسوا حبايا قد في عنها ستو ولا سوعو ما قتوا قد تفهم عواسيت سنتين سكت سياحة أي أنت ما هو لا نك مشارة وصعدة نك مشارة وصعدة إذا كلا أحد نك ضوء ما بينه ناقص حال أركاي ولا بدينها كان لعب وقعت برلين أساس إن السلع قرشة بقلي ناقص كلا ولا يا بنهم على السلام عليكم. السلام. ولا سرو. هلا يا عو. من عرفتني؟ فوجيرا فوجيرا. هم؟ أركا. هاي أركا ذكر قاتل سعيدك كوم مكلام ولا لا؟ ملي مكلام. بس واي وهو سيا. هذا هو المقلة هاي برنامج كروغل دال سعود محالة 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 هلا محالة هلا يا ما محالة بتقنيسين تناغها اللي من كبقوا فيسبوك او ماي جاد سبحان الله هاي اها مال خليص رب مال خليص مال مقرن عاد كذا نسويك السلام عليكم وعليكم السلام ولا على صوته هلا شيء والله وحبذا برنامج من سقطع برنامج والله حقابة كم بغلي سوما حل قال لي انت اكم قلس محاواي يا انت اكم قشم حاواي
حيبا تردي هل كان نحن باك سوق لسما نبا كتشريو حيبا كان نسينا محي خنيسي بلا يبال مغلوة يا بي ها معلومات سو فيسبوك ما خبصني من قبل خنيسي حدنا ناكل حل يا بين هريمات صح صح تدتك سوا تضوى لويا وتضح لقرق يستوى تدت علاج شويا قبي قد واحد مدة تضوى الوالا نبان نبان مقلو يحير والله يكب صدي مالي كنتي نوحا المقلو إنان ليري والله كب صدي يدنا بوي تشوح لي يلي قبل أبنانا كسوك حستاء بسترد يا محمود صدو صدو ولا لا قبل أبنانا كسوك حستاء بسترد آي بسترد غير اسمي ولا هرتو اي هرتو وقع عقب حا ولا فنانة دو تهمل ها وكو قارك هاي هرتو تذكر هو بنت ودوين اي رسمي رسمي با صح صح ولا هرتو واحد واحد شرو باها صومالي دون بدون يعني كقع يعران شرفت يا كرامة دا يا عسي كانوا أدوك كل نهاي يا إسلام كانوا نهاي بدون يعني كقع يعران بركا عدواني بها تأسكت ترها بارك تلدي والله يكب صدي تبت الله بها تي حتى الله يكب صدي بو وانا عدابا كوري ده هدي يعني عادي فيسبوك الله يركم اللي هي تدي فيسبوك أنت صوفر صوت ترى والله يكب صدي وحقوقه وانا يا وانا عساس اني زفت يا وانا عساس اني زفتي ناقة هم انت ما انت اسكحر في عورة اللي بناك صارت والله بالله وحكوها اللي سي عراوي يا بيبا كو ياب يا بكاك بولا هاي اي كاري مركا الى هاي دادك هاي انك اغبت سمعات يا شرفت انك اغا عيارة يا داد اسلامين ونا هاي مسلنا اسكو داقانا اسكو دينا تولي وحاسو كلمين انا راك انك سوما سايد يا أدقنا رحمة رسمي رسمي أدقنا وكو السلام يا فرانة ترتاتو والله وكو تاقرا ملا يتب كوك هاتا وضا سوما شكرا ولا المعاني واي ولا لي دادك اسر هو تطول ولا ويان هو تلمذي حاس وحش غير يما هكونه نقدا يتسمع طينا انا عيارنا اي ولا المعاني ثانك يو ابدا اي 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 محمود 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 الو هيا ولا الوايم أنا كمان تينا ولا هذا الشيء ما أنت على هاي قط فكر كائل الرعبين من هالهال أجلس وقبلنا السلام عليكم ولا لقد كاحن سودو ولا قد كاكاهم ولا لو تعال نقول المعان قد كاكاهم السلام عليكم السلام عليكم سوري ولا الملغم مانديك مانديك السلام عليكم ولا بس السلام عليكم زيتها ولا لا ما شاء الله خورنا عثمان كاجي الحمد لله ولا لا برنامج كذا لسه قلت هذا هروق لي ست
والله برنامجكا وان لا سعودي، لكن ورتا واحد كله صومالي واحد لقوا مشغولة ما مقرتي مركا قف كاستا يا بدا ما دركتي وحدوني ادو يا ما دركتي لا بك حسابين ما دركتي مركا انا وحنا ورنا قضب كلا كلا يا انا اللي قمر عشان كل قف كاستا ما دركتي ادون كان يلعب كومي قف كاستا يلعب كحسابين ما دركتي وحو يا الهي يقول له ارتقي ولا على مقل دني قفك بن آدم كأنا جا سردين وحواي معاها مسلمين في قميصين تمار ما صوبت أو ما جا نوقع يا راي سومالي ماذا دين تنوقع يا راي إنا باني أو عن واحد من السفن يدور أو اسمه تو أنا عين أنا أفلق عادين قف كلنا ونقص وجزن كلا وبدي كلا ده كاس وحر وحيروان اسمين كرام thank you والله ما صمت عليك أنا هاي ولا لونس في منطق أبوان دينا وحكا أصنايا إن برنامجك سوكشت أي القيقات ما دام دكتك أصنايا أوكي ولا السلام عليكم. وعليكم السلام قول مقدين كجر ها ور معان سيتهي السلام سيتهي وكتاغن هاي رسمي معان سيتهي هبر معان ادي دانيرد كجت قول كدن وين سلاما يا هبر وكا قان واي شرف واي فحتنا عاو اتاغ ا مقلو كل هلو برنامج كان اي لك قادت ما شاء الله وا دو هي وان دو هي هرت كل موضوع كهليس وا اركي اي وحلو وحلو باهن هي واي een ilaahay horta qaato maxamed ugu madilo ilaahayna ceeb ceebno madilo een diinteena muslimkana muhiim waaye wax aad u qiimo badan waaye anaga dad muslimnaanahay waxaan ku dhalanay kitaab waan ashahaadana umadna maxamed aanahay een wax kastana adduunka waa la arkaa adduunka wax kasta waa la arkaa marka anagoonu qofna tilmaameynin qofna caayneynin waxaan dhahayaa ilaahay ha soo wada hadeeyo umada nabi maxamed dhalinyarada soomaaliyeedna allah ha soo wada hadeeyo dhibaatada maanta jirto u jeediin aniga hooyo soomaaliyeedan ahay caruur baan leeyahay caruurteedana waxaan jeclahay si qurux badan inay adduunka u ku qaataan wiilka aad aragteen oo caawa la haysto oo afkayga ma kusoo qaban karo magacaasaytood kolleyba hooyaa dhashay soo ma marka asagana waa u duceynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatada hadda uu mataqaana ku jiro allah ka saaro kuwa kaletana allah ka saaro laakiin waxaa ogaatiin qofka marka uu hadlaayo waxbaa ka hadal siinayo wiilkaas wuxuu soo fadhiistay midiyaha isagoo og inuu mataqaana shabah qoomun dadka qoomunuudka camal iska dhigay haddana uu shahaadanayo haddana uu diintii wax ka sheegayo haddana uu qur-aankii akrinayo waxyaabaha aan la yaabo waaye lama dhihi karo micnaha raalli kama aha siday la tahay naftidiisa raalli kama aha waa wuxuu ka xun yahay inuu sameeye ah marka waxaan dhihi laheen ilaahay waxaan ka baryaynaa inta samaha jecel iyo inta allaha ka dhigo allaha soo hadeeyo inta ummadda nabi maxamedna waxaan jeclaan lahay qof walba oo muslim ah hadda wiilka soo hadlaya runtiis waaye qof walba ilaaha xisaabaayo markuu dhinto qabriga ilaahayaa la xisaabtamaayo laakiin anaga wacyigelinta caawa aa sameysay aadan ugu faraxsanahay dhalinyarada soomaaliyeed inaad wacyigeliso micnaha wixii qalad ahna aa saxdaan dadkana aadan la caaynin caayda waa ceeb qofka inaad caaysid kasoo abrmacan waxa waaye anaga dhalinyaraanahay qofkaas wiilkaas hataa haddee taa qise ku dhacde oo asagii iyadoo arrin ku dhacda kasii dara wax sameynayo sax waxaa jira aqligiisa buuxin waa runtaa waa runtaa anagana waan qaracnay hooyooyinaan ahay waan ka qaracnay habeendhanaan ooynayay micnaha waan wax mucjisa igu noqoto waa igu horeysaa noloshayda qof nin soomaali ah oo qaniis ah oo naaso leh weligay ma arkin waa igu horeysaa soo ma anigu waa ka naxay laakiin hala gabara wallaahi u ilimeey ilaahay igu og gabar habeen hor waxaa arkaa iyadoo gabsaar qabtay fadhiis waa la ikuugsaday dibidahaasay joogtaa xalana waa timihii iska soo xiirtay timo ma qabto dharka way soo dhigatay
waxay qabtaa garan yarnaa si ay dhan banaanka ciyaalaan meel walba jirkeeda qaabanay ku qabanay waxaa dhihi waad kufsa dulmaana ahay waxaas waxaa noo keenay dowlad la-aanta dagaalkii 27 sano socda waaye waddankeena waa burburay dadkeenana waa burbureen inaad taas ku xisaabtantiin waaye dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ku guubaabinayaa inay dalkooda dhistaan inay mataqaanaa waddankooda ay mataqaanaa ogaadaan dad waddan leh inay noqdaan haddii dalkaaga burburo dadkaagana waa burburaya ma la socotaa waddanka sharci ma ka jiro qof mala kala dambeyn ma ka jirto mala cabsanaayo sida hadda yurubtan wada joogno sharciyaa ka jiro dadka hadda ujeedo aan ka sheekeynana caawa waxaa la siinaa xornimo micnaha dimuqraadi waaye waxaan marka annaga haddaan nahay soomaali annaga dalkeena waa burburay shacabkeena waa baabi-een dhallinyaradeena qaar waxay noqdeen gaalo kristaan soomaaliya kristaan ma qabi jirin khaniis ma qabi jirin banaanka yaallo marka waxaan waa wax mucjiso socoto waaye annagaa gacanteena isku dilnay intaan qabyaalad ka hadlaynay intaan mataqaanaa hebel hebel ka hadlaynay ilaa haddee socotaa marka waxaan idinku guubaabin lahay anigoo ah fanaanid soomaaliyeed fanaanad soomaaliyeed aan ahay hooyo soomaaliyeed aan ahay inaad iska dhaaftaan qabyaaladda dalkiina aad ka fikirtaan diintiina aad ka fikirtaan mustaqbalkiina aad ka fikirtaan dadka waa weynaadeen jaa 60 sano 70 sano qofka doo gaaro geeriyu sugayaa marka odayaasha inaad iska celisaan aa idinkula talin lahaa aniga marka waxaan ku dhihi lahaa rasmi aada u fiican tahay I love you habar macaan fanaanadeeda da-da yar waan ku salaama waan kusoo dhaweynayaa barnaamijkaada caawa ana weligii laaf ma soo galo oo ma jecli laakiin waa ku tixgeliya adiga aad ayaan kaaga helay waxaad ka hadlaysid marka dhallinyarada waan salaamayaa adna waan ku salaamayaa habar macaan habar macaan waa maadsan tahay dhallinyarada way ku maqlaan inta hadda kadib ku maqli doonto hala sheergareey waa hooyadeena hooyo soomaaliyeed habarartay fanaanadeeda abwaanadeeda maamaandeeq waxay ka hadashana waa wax muhiim u baahna in aygala qad qaadasid habar waa jeclaa ina caawa halkan ku kulanna ayaa qorneed haddana waxaan rajaynaa inaad si qaas a isku soo raadin insha allahu tacaala maasha allah habar waa mahadsan tahay habar 100% soomaalida dhallinyarada allaha xafido ummadana maxamedna allaha xafido soomaaliya waxaan leeyahay soomaaliya baa iskale habar macaan wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu okay halkaas waa ugu mahad celinayaa abwaanadeena fanaanadeena aad iyo aad ay sharaf ii tahay inay barnaamijka igala qayb qaadato abwaanadeena maamaandeeq thank you intaa dhallinyarada u sheegta waxna way ku arkaan ina kaala qayb qaadan doonaan ilaahay hana soo hanuuniyo inta xun inta wanaagsan wanaagood allaha ugu wado inta naga haleysan ilaahay waxa uga baryaynaa inaysa kusii tigin xumaanta oo ilaahay uu kasoo celiyo wanaagooda kusoo laabtaan iyo diintooda iyo muslimnimadooda thank you maamo assalaamu calaykum salaam walaahi waa qiiroobe imaamada ila hadlaysa arjinayaa qofka kale xigo maamada ina soo qabto uuna noqdo qof isagana wanaaga ka hadlo dhallinyarada tixgeliyo dhiirgeliyo soo war qabanaya ayaga qaar qadka diidooyo wallaahi waa dahda laakiin dalkeeda wax iga muhiimsan barnaamijka aqal yara aw aqal yara aqal yara dadka sheego ana markooda aqal intay ku dhuumanaysaa dadka ku shigshigooyaaye aqiloo hadaana maqasho soo hadal
ياسر أكل مجهد ولا لا كاميرا ولا سيت هاي اوكي يا سيروان هذا إدارة والله موضوع عيدة بلدي شرفي ولا القسم نهائي أركن السلام عليكم مانليق نور أبو أنا ديم تانكي ونكوت على النهاية على ذي يعني رد الصوماليات فيفا وكو تايقنا هبر معان هذه هذا شرف إيتاي إن عابرنا من تكاعي لقيت قناتي عبد الناصر ولا لحد هاس ما لو جوجو ودا رسمي هاس انتا سوغايا ولا لعبود برنامج كلاك هلايا هاسا انا واقوني قوت ان شاء الله وقتي قوت الليهن هاد لكن وقتي هاس ما جوجنا سمير وكار قال ولا لا الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله انا رديت قالي هواك السلام يا من كان قاعد ولا المعان برنامج كذا ولا السعودي عاد بان ام حسنت هنا برنامج كذا لا كذا شو صوبته اه سنا نكسون هاي ويا ذا نوح صوبته حيالا دقن يو انا نقول هين بحوي يو تحقلن انا قمت الصومالي تساونا وفي سبدري كبر baalkii waxa la yiri Soomaalidu ay ku maamahdaa tiga hore tiga dambe saangaadkiisu leeyahay ku dadkii waayeelka oo looga deyn jiray wanaag ba markii hore social media iyo kamerada la soo xirfadhiistay waxyaalihii fawaaxista ahaa oo aan ka xishoon jirnay marka wax kale oo qarsoona inay soo baxaan waxa keentay midii ugu horeysan anaga yur iska dhiibayna sababta loo saabto ma moogtaa marka saabtumkii ku hor aan u saabtunay waxay keentay waxyaala fara badan oo daboolnaa inay banaanka u soo baxaan waligeey kuma fikirin ama ma dareemin ama ma malaynin wiil Soomaaliyeed oo naag ah sida ninkan u hadlay waliba arag naagti leh labiski leh inta bisa ma ahane waliba muuqaal ahaan markii la yiraahdo dumarka muuqaalkeedi leh muslim baan nahay diinteenu waxa weey wax badan bay naga reebtay wax badan weyno qasaar marka waxaad arkaysaa waxyaalaha la yaab kale waxa weeyo markii ninkii soo istaagay noocaas ah meeshi laga xirid lahaa ama laga istaajin lahaa arintiisa baa loo saabtay ma sax waxa weeyo fawaaxista noocaas oo kale aan laga hortagay loo baahan yahay bulshaduna ay iska kaashato aan la shaag aan la sheeg garayn friend islaama noqonin la tusin bulshada soomaaliyeed sababtoo ah waxyaalo kale oo qarsoon baa soo baxaya idinka fanaaniintaana gabar yar oo fanaaniin fanaanad ah waxa weeye aad u aad macaan baa taa idinka fanaaniintaana waxa loo baahan yahay maadaama aad codki bulshada tihiin
حاوي وحيالها سوكل إنها تكبر على رجستان سيد الوية قال إن فنانين تهرة مربع عرقبات ده إمادة وحي تعيبة عدكو ده إلاك ربي هجرين إذن كنت واحد كوية كاتين ما أمال رومات كيبا إلا تغيو وحاوي جعيل كبسة كوية كاتين ما ولا لا خاصة شخصي أي مجعل جعل كلينا قاضو هذا وضن كليب كجير هذه تاريخ أتا دي أتا سول أفريكا وإحنا جالستي هذا تا قنيسينتن وحول باني واجي على ولا لينا كهرلو هذه أنا قطينا عد كي جسوا كتبيو أنت كهرلو هذه هان أنا قطبو ما شاء الله ولو بهني ولو بهني واحد بدنا وناك إن لسوا كتبي هل ميلا بس إن الوقت كذا مع وحن كقول وحن كقول لدر دارم يا بروشة الصومالية أنت مغلى سنة عن لدر دارم يا وحوي إيه وحي على هاسو كل إنا لفافين إنا لشيء جرينين إنا لكم أنت جرينين إدا وفرند سلي يعني إنا إسكا أوف جريسو صابتو أه وحوي مر مرة كذا بيسو مر بروشة دي قفل قاديو يا مر وقوة صار قوة معناها قرصونات صاروا النقطة أو بنان قصب هذا دان أسرع ما أنت بلوشة عن صعد حد ما عندك يسنه وحوي وحيالا بدم أكلا إيماني وحاس أكلا إنا أقول أنا ما أحب توتل من إنا أقول أنا ما هين إذا كنا محايدين لا يعني وحوي وعي قلنت هري وده إن شاء الله وأنا ما أسمع بقول كي بقول برنامج كي أيوة تغيير يا إن شاء الله وأنا كسلام يا Thank you ولالو أجي على ما أسمع هذا اليوم أنا يكاد دومين أنتكم كشافين عادة وما أسمعك سوريانا السلام عليكم جين ولا السودو أوي المحادثة في برنامج 4.5 مياه قف كارت لما سوق بني سامي ولا قاركين ودي ضيع أنت أو مركز أسوق بتنا أو يشن وهل يعني ما أهل إن ضدك أجرنا في سوق بني جين أيجا أيجا من السوق وأنا برا برنامج مش ولا سعيد وعجة دولار وردو يا سعمل يا لا قعد يا قعد سنة براسلو سلو يا عسلو انت كنت جدا وعدو النوصة قوة ياسر واربو اركن يا بسم الله واحد ابو ولا سعيد مباري وراك اسوف مغتب حاب برنامج كعد لما سعيد اكسلام يا ورطب أرتو السلام أصحاب ترس وريس كلهم السلام أنتين هاي ونكشن حواي ما قاعد أرتو صح هذا جن رالا ده ما أنت جن جن ما أنت ما قاعد على سوق قوي رفي أنا هاي رفي مال سودو صاحب هذا نه برنامج محاور تلو مسوي ذي يا أخي محاور إيش كسوي 4.5 مغلي جنرال كان الصومالي برنامج كوحاوي هذين هذا المكان فيسبوك سأوتا وتدبو وحكاها معنا من قنيس ونعي ناسلة وقد كناك أوك أعوذ بالله برشد يا ناك ايه مركز كاس اكستو برا رجيني وشيرين الدين تيني الله هرت كوه الصومالي ماذا هرت انه وعيارين ايه انا اسكو اف ايه يا أحدنا وحوار إنه وعي هاري نم فانت بركو حالنا لا يا شو هنونيو لا يا رضوض توصل كسر عليا لا يا هاي نم فانت والله بركو أخوان نحاي وما بصير داوم وهراك بصير دمية وحوك هلا ما بصير في رسمه نم فانت واحد داوم كره بركو لا يا شو هنونيو لا يا هاي هنيته وكو سلامة أذكنا هبررتي رسمي وحاج على لا ده كده إلى سوق وتيشج هنيتا والله واه ورتي واه ومدحرينه واه فهمتي هاي كلي اذا حبوا بك هل دونتا فهمتي وحاول انا ارتو مقطع ولا انا رسمي حاول لا مقنا نردك مقنا نرد دغاله وكسوده برابحه كسوده ماشي سو كسوتك تقول عليه
إبرة 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 اوكي وين دار اصحاب مين سنسين قد قد قصر من كورة سنين هسو عليك صدو ولا لا الله ولا السلام عليكم وعليكم السلام عادي بس نحافظ يا ما شاء الله ولا الوجه يا جمال اركو ادي ما كسته ها ومد وها يكون مكتو كجرا راسو قاعده اوكي ايه ورن رسمي سيدتا ما شاء الله ولا البرنامج كده على سؤال تظهر وقال ومدى ان كانوا حواي ارنتيس يعني لقوا مشغول المقرد لقوا حد دي لسيو وين اي وي تنقيا يعني ما لا ري تنقيا يعني ما صلى الله بنا يعني قفنا انت لقى هلا وجد هذا الكايرا اذن كدوتين كل حجرت العقا وصعد dad daayro facebook ka socota live kaas ku soo dhigay dad ba arkay gaaladan iyo waxan dana ugu jirto anaga hadda dad oo ninkaas wax ku raacsan ma ahan ninkaas kaligiisna ma ahan anaga waxa ka hadlayna kale ninkaas inta ku daanays inay isku daanin wuxuu sameeynaa wax fiican ee ahayn diinta u roonayn soomaalnimada u roonayn wax walba uma roono in hadda daawad ee qalbigooda is gelin waxaas in wax jir u ahayn because hal nin waad way si badan oo in abo ما يا هرت واحد ويجرا ما كان ساقفك هو عفسنا يا هرت قفك حسنا يا شو السوشيال ميديا هلا جاها هرية ويجرا قفك لكن وسكرنا يا ما كرت لكن أمتكم هرت ما تدو أركو تدو يرك شو جاي رتيق هر رتيق دمبوس عن قاعد كسلية صح السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أبو أسود. وادو يا ولا شيء عن هذا إذن سلام يا رمان أنت أونلاين كأ أنت ليه كنا داون دون طب إنوي ليه ما داون إنو اللي دقيسنا يا أم لينا. يس أبو أسكر أسود. أوكي إيه وما حسنت ولا شيء مدر لا تحمر لا تكاجم هذا علنا تام كأ قروح أنا سيسي. أنا نكون داهين وحلايا. سو ما ليه وقت مستوى أنجوبنا. وح مهم أه. إن وحن حما تضع يوقف كأوضة أنا جا عم بيبسنا يوقف وينانا هاي أنا جا بيبسنا يسود يوقف ويناتا دتك أنا جا نجوا وين بيبسنا يعني ودو سنكر لكن problem كمشي على باي وبريا وحن يدي باي يعني أول ربع إن لقى ليه أو لقى دبل دقو أو دتك إسكور راعن وعدتك جيل قيا دتك دين تأكل يرتاح أنا جا كره دو قربان كنول ولا شيء إلما نوجو يعني تلفون كيجن مر على علي مر كان شذا المية جاي الاستعماله by the time Facebook عن شذا نين كان هك صوب حايو do you understand okay that كي مر كصوب مالي ذو حواي نين كان is just one person لكن كمان one كي داون اسو I don't understand صوب مالي مش أصعبتين ما فهمين أنا والله ما فهمين يعني أدوننا ما جوكتان آخرنا ما جوكتان قف كان محاكب ويقول نسين مي شيء كتا قف كان هدانا الجاوين والله هو قل قلا وبالله هو قل قلا you think قف كانوا بقلاص وشاجنا وطعين وقف كوس الدور ربينو بروبلم كيس وشاك تعبايو ناس موسى سمي سنتين يعني هبلو كمو أهيانا دوي وما تقولوا يعني كان سيمبل وحواجدك وما تجوغ اللي كان هبي يكويا هبي يكويا لكن يعني إن قبل صومالي ده واحد أو ويل صومالي ده أو يعني قف أو عارة حتى هذيل أركان على طول يا عليك ده يعني إن فيسبوك يسي بجردي صلادره سبحان الله سو ما لذا فطري أفكي ملك استيكاه كاملا أنا باي معه وحنا جواته
waddan kani aan soo burburin diinta ama loo soo dhigtay sidoo guri camal ah loo boobo ya diinti abaan aan wallahi billahi waxa ka qaraacmad oo cabuda life aan soo galo waxa waa ninkaas anoo la yaaban hadan waxaan arkay gabar inta is qaabisatinta iska jarte abaan aan sidii inta kamerada ku qabanayso dheeso waalay kufsade hadeer adan xir eedna soomaaliye lacag siin gaajaysa mar waxa dheer hooyo aan taas hadii la kufsade inay ninka kufsade u duceysay ahayd qofkaas oo nool oo meel taagan yahay horta u geli lahaa fiir abaayo jikin handikaabinta iyo kureerin gowdhe taas kufsashada ku fiicanta anaa hadda ku dhahaybo laakiin ninkaan naasaha samaystay oo maleynaysid eber naasuhu samaysta abaay i guarantee you bini aadan ma aha xayawaanka caadiga xitaa kuma yaalaan low iska dhiga lo markaasuu qof bini aadan uu rabaa inuu sii sheer garayo oo lasii wadwado abaay aniga fariintan u farayan kuu sheegaya dadka wadwada ani fariin u faraya habeenka aan ninkaas naasihiisa arkay aniga jiif igu dambeysa abaay dhegeyso caafimaadka ka talaya ninkaan sheerkiisa naga dhaafa abba macanta walaahi ohina qosol wax alkala garanaynaa nahaayo koodhe ilaahay inkiis asagan ilaahay soo hanuuniyo balnaasaha taha iska jaro ilaahay usoo laabto may wallaahi abbaayo kuwaas kuwa la jari kara maa mid labaad caag waa caag maxay ku dhimaayaan amri macan intaan ka maseera ninka wuxuu samaystay a marka dambicuuda bilowsta waxaa isiri ma taqaanaa war waxa waa wax la geliyo iska dhaaf dhacalatullaahi calayga waa inta kugu filan wallahi waa u duceysa soomaali hadda wax tarayso soomaaliye waxa dhalinyaradii naagna uleeda naaga kusta ninkiin unaa sameynaya waxaa ku haysaan qabiil balaayo nin war hal qura noqdo umadiina ma dhoofayso meel ma aadayso qaraxa naga daaya qaraxaba noo dhaamiba qofki oo isqaba oo maasa lahayn ba muu dhibanooya alla abaa qaraxa waa wax lagu noolaa anaa shala ka imaado abaa war soomaali meel u roon malaha kowdhe dadka waxla iswarooye wacalaykum asalaam waraxmatullah soo dhawaada abaay macaane ee aadankaaga ma yacad celinayaa may walaahi ceyga adi fiiri farsamaxumaa wadaa kowdhe habo ha iga hadishiinin aniga kolleyta waa yaabane abaa wallaahi billa waa yaabane yacni meel loo socda ani ma fahmin abaayoy ma fahantay maalin hore maqlaa yani dhaha yaabay barnaamijka ana cawada 7 saacaa bilaa mar suuqadka iga go-a usoo laabana hasbaad subaxa laadinaa hurdana may aheysaa ku dhee jirkaga saas jiracada uga dhigaysa abaayo wayaabanaku jiracoon weysa abaayo nin lamaa ka quruxsan markuu meel soo istaago anaga intay aadeenaa suuqa yaabana laga buuxin oo yaabe rasmiya anigu aaba yaabanahayde suuqa soo shirtagabare waxaan wax ma ahan masaajid aa laguu kufsa horta ninkaa masaajid weligiis ma gelina kaniisada ay ku kufsadeen lama kufsana lacag u qaadanayo cadaanku lacag ka qaadanayo inuu muslimka meel oga dhacaaabain lacag siinayso oo ilaahay abuurto malaha fiiri soomaalida waxay dhahdaa helicopter muqdisho mareysa markii la arka waxaa lagu leeyay new yorka laga soo diray oo maraykana noo soo diro annagayna dhameynaysaa helicopter leewaaya helicopterta new york kasoo doolayso oo muqdisho dhameynayso intay joogtaa bay soomaalida yacni hamuuhaaya ku nool yihiin ma fahanta kan cid lacag siisheekadaada abwaana dumaandeeq way ku qasashiisay habar macaan abwaanadeena fanaanadeena habar ayaa isoo jiida habar macaan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay ayaa isoo jiida walaahi marka abaa macaani dadkaa sugaayo ilaahay ajir xasanaad aan dhammaan adigana ha kaa siiyo ani kolleytabo rabbi yasira isku akhriye anigaaba qoraal issaara kan markaa arka adinka dhanna qoraalkudhe anigo aa cudubilaysan oo qur-aan isku akhrina mase hadii kale inaan sasaankan facebook lawal ayaga ugu gala marka kiyokortaagan inaa arkaa kabaqa waanaxaa hooyooyinka ilmaha dhala inta waxaan ooga diraayaa fadlan please telefoonadiina xirta kombyuteradiina xirta markay ilmihiina seexdaan soo gala haddaa rabtaan in bulshada barahan meelahan inaa imaataan
أنا كله والله أبا يجيب وينه وهايا ما أنت أنا جا قايلنا يعني صار قال حصادو بفيديو واللي جاي فيديو مصادو لكن ناس أسبال دي ما أنت إن عن فيديو صادو يجو كلفين مفرد أبايو هاي أبايو مركا هدي قف كستو كهلايو محل ها ورمحي صار بدنا يعني سوق حوالها نوك بديم كواني أنت حتى إيمانك كدرني أنت إسقرنا سؤال بلي كده ما أنا سكتنا بار ها والله بالله سوق حالها حالها لو جبت في قنيس هذا قنيس هبته ها وري أنا عيوة وكل يتبو حد واسكوين هذي لكن قبلنا أنا ضيارة إنه وري سنة سيئة جيل ككير والله هو أحسن هاي نمك يا أنا إسكديه وياه قبلها أنا عند الله محسوقة يا مك الله أباي وحسن وتعالى إله أنا قبته والله أنا قبل ما يرانو جو een waa arabta ilmaha yar ka markay ku dhiban laptop ka telefoonka cartoon looga daaray waa la siya ayaga way ka baxayeen meel kale si galay ay kale meel kale galeen hadda u tagan ka war ninkan naasale wallahi billahi kulla caadinta allah saciif haaji welcome quruxo soo dhawow ya kulle adno ay ku soo qabanay abaayo ma fahant abaan abaan inta iska digtid xigmadaadi soo daadi Thank you, Masam. This is going to school. So, how do you do? What happened? Inshallah. Inshallah. Walashi, my general. Waku, Kule, Berk, Allah, so she immerses to any time. Well, Julia, by man. Inshallah. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لما أنتي نورتي آت بالدي سلام يا هني ولا شيء قال يا آت بكو سلام يا ذي كنا. وحن أت يانتن كسر تاريخهن فيسبوك لني رضان يوحي عن لسلا دبوا رجع أرتوا وح آت ضغط ما ذو. فنتي وحن صاح سوستي قصير وأني قط عضي. labadi kun iyo todobaadii in ahayd baan maleeynaa labadi kun iyo todobaadii ma waxaan soo raacay magaaladan London ma waxaan raacay bas kaano saaran ma waxaan arkay laba dhalinyaro ah oo adiga ku qiyaasay aan 20 sano jir 20 sano jir waaw laba wiil oo Soomaali ah labadii wiil oo Soomaali ah aad bay isku dhawaayeen Europe aan lagu isku ma dhawaado xogaa waa la kala durkaa marka niinta waxaan iska yiraahdaa labadan nin maxay iska dhawiyeen labadan nin dhalinyaro labadan nin dhalinyarada baan u durkay waa weydiiyey play room setting waxay u dhayn saaxiib aanu nahay subhanallah fajac bay ugu noqotay marka waxaan ku waxaan waalidkiin iyo dadkiinu meedi ku ogeyeen aad sameeyneysa mid kamid ah wuxuu igu yiri waniyo waxa waxba kama jiraan anagu waalidkay iyo hooyada iyo aabahay way nagu ogeyeen happyna way ku yihiin marka adduunku inay dhamaanayso waxa lagu fahmayaa waxa batay aan kulay daqoom dhan baa lagu rogay adduunyo dhan baa lagu rogay qoom luud ah way qoom luud wuu dhamaaday waxa weeye waxaan in la isku mashquuliyo ma feena Soomaalidana hadda waxaan arkay ilaa qof kasta Facebook oo dhan isaga laga hadlayaa waxaan waqti bayaan ba la siinba inuu soo waxba ahayn baa laga soo waxba bayaan ba loo joojinba waxaan arkay isagu wasiirro iyo dhalinyaro ay isku xafad ahaayeen Hargeysa si lay sheegay oo dhahay hebel baa qabsaday hebel baa kufsaday hebel baa saan yeelay waxa oo iyo abtiyalada walaal iyo abti iyo waxba malamayay isagu ani abtiyalada ay kufsadeen buu raahay abtiyalada ay taa dad abtiyaladiisu ku dareeb ninka waa waxa loola yaabaa anigu waa bayaan banaayba qofka noocaas ah mid kale waxaan ku sheegay Yurub Yurub la imanaya freedom xornimadii baa wax loo fahmayaa qalad ya walaal ma shii dad wax bay ku yareelaan dadka ma xasaminayaan xornimadii baa qalad loo fahmayaa waxa loo leeyahay anigu xor baanahay waxa rabaan noqon karaa waxa rabinta rabaan qaadan karaa saar rabaan yeeli karaa ya walaal shee Soomaali waan ka soo tagay qof idil kara ma laana xor ah haysta wadan u haysta boolis ay ilaalinayaan ku faanayaan الله سبحانه وتعالى ومجيدا إلهي سبحانه وتعالى وحوي متى